عليكم خوتي حبابي، تبارك الله عليكم في هذا الفيديو الجديد. الان راني في واحد الجنان ديال النعناع، واول مره كنشوف هاد الطريقه كيفاش كيزرعوا النعناع بصراحه، وبغيت نبارطاجي معكم هاد الفيديو الصغير. هذه هي الطريقه خوتي اللي كيزرعوا بها النعناع. كيمشي خطوطه كما كتشوفوا، الناس ديال العروبيه راهم كيعرفوا كيفاش يزرعوا النعناع، بصح الناس ديال الباديه كيشوفوا غير في الاسواق. الطريقه اللي كتكون ناجحه كما كتشوفوها انتم، كتكون هكا عباره عن خطوطه كما كتشوفوا النعناع تبارك الله، وكيخليو له واحد الفراغ ما بين الاخر باش يتنفس، باش ما يكونش عليه واحد الضغط واحد الضرر. كما كتشوفوا خوتي ها انتم تبارك الله، النعناع والخيرات ديال مولانا، خيرات بلادنا تبارك الله، نواحي في زوان بعيد على مدينه بركان بواحد 15 كيلومتر. انتم تشوفوا تبارك الله خيرات ديال بلادنا، ما شاء الله. انتم تشوفوا النعناع كيجي به البراد ولا بابا بابا بابا، الله الا تعرف ولا الريحه ديالو ما شاء الله تبارك الله. مصلي عليك رسول الله، وصباح الخير الاخوان، وعواشركم مباركه ورمضان مبارك سعيد. تبارك الله، مصلي عليك رسول الله. وهذه هنايا يا القصبر، القصبر دائما مجاور مع النعناع، حتى من الانسان ملي كيمشي يشري النعناع كيشري مع القصبر والمعدنوس. هذيك الجهه اللي ملي راه السلطه، السلطه القصبر المعدنوس تبارك الله، النعناع، زراعه النعناع تبارك الله. صلي عليك رسول الله. هانتوما تشوفوا هذا راه واجد، هذا خصو يتحيد تبارك الله. زراعة النعناع في مناطق نواحي بركان تبارك الله. صلي عليك رسول الله. النعناع على القصبر معدنوس، معدنوس القصبر هذا. الأجواء ديال العروبية هي هادي، ديك الجهة اللي ملهيه راها خرشف الزرع والفول، الجهة اللي ملهيه تبارك الله.